السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضل. انت شيخ جدتي مريضة بالمرض الخبيث عافانا وعافاكم الله. الله يكرمك. وإن كان لنا تحفظ على وصف المرض بالخبيث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى امرأة يقال لها أم السائب فرأى تزفزف من شدة المرض، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم معنا. وهي لا تتحرك يا شيخ، وجدي ايضا مريض وكبير بالسن. نفس المرض؟ لا 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 نفس لا مش نفس المرض، مرض اخر. مرض اخر، كان عنده جلطه ولا لا يستطيع خدمته، كبير في السن. الله يرحم. وعايشين في منزل ولهم ولدين وبنتين، والجميع متزوجون، الاربعه متزوجون. بنت منهم متزوجه غريبه عن البلد وموظفه. وبنت اخرى في نفس البلد وموظفه ايضا ولكن مطلقه. متزوجها في نفس البلد الاهل وبينها وبين الاهل شرعيه. ولهم ولدين، كل ولد متزوج، وزوجتهم هم الذين يخدمون الجد وجدتي. ولكن يخدمون من طعام، تحضير طعام وتنظيف البيت وهكذا، ولكن لظروف مرض جدتي فجدتي لا تستطيع ان تغير ملابسها، فلابد من احد يغير لها ملابسها لانها لا تتحرك من على السرير. فوالدتي التي هي غريبه عن البلد، متزوجه غريبه عن البلد، كانت تذهب اليها كل حين من حين لاخر. كانت تذهب لها من كل حين لاخر وتخدمها وتغير ملابسها وكل السؤال ايه بس اختصر الدور. لظروف السفر وظروف انها موظفه، ووالدي ايضا حكم رجل لا تستطيع المكوث هناك مستمرا. فكان المفروض ان خالتي التي في نفس البلد هي التي تقوم بهذا الدور. أنت تفتي؟ عفوا أنت تفتي ولا تسأل؟ لا أسأل. طيب لماذا تقول كان المفروض أن خالتي هي التي تخدمها؟ لا أعتذر، أنا أريد أن أوضح الصورة ولا فقط. فأنا قصدي أن الجميع هناك فلاني قالوا لها أن الأولى أمك أنت بنت. المفترض أن الأولاد الذكور هم المسؤولون عن أمهم، إذا لم يستطيعوا خدمتها ولم ترضى النسوة زوجات الأولاد بخدمتها يستأجرون لها من تخدمها، والمرؤة تقتضي أن ابنتها تخدمها إن كانت مستطيعة، لكن كإيجاب الأولاد الذكور مسؤولون عن أمهم، هم يكونون يؤجرون لها امرأة تخدمها. لا تريد الجدة، لا تريد، وبنتها لا تريد أن تخدمها، ماذا أصنع؟ فهمني. يعني ما تعقديش المسائل، الله يحفظك. أمك أنت أتيت لها بعذر، متزوجة غريبة وأبوك عايز أمك بالضبط. وأمامك أخوالك نسائهم تعبانين من خدمة حماتهم. وأختك الثانية مطلقة ومبتلى في طلاقها. قلت لك كحكم أولادها الذكور مسؤولون عنها، ما استطاعوا يستأجرون لها امرأة، والعرف يقتضي الأدبيا أن بنتها تخدمها الفضية بس.